هذه لحظات الشوط السادس، أذكر بأن الوارية هي الفائزة بالشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم لمحمد بن سعيد بن منانة بن غدي الاكتبي، وحضر كفو في الشوط الأول الرئيسي للقاية القعدان لمحمد بن خويتم بن بخيت بن خويتم العامري اللي يختطف أيضا بدوره الشوط الأول الرئيسي الصباحي. تستمر الأشواط وانطلق شوطنا السادس، والكلمة إلى أحد الزملاء وكما يتجول المايك والميكروفون كريبي بن جابر المري، أتمنى له التوفيق ولكم حسن الاستماع. شكرا يا أبو فريك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحذر الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور. نحييكم بأطيب وأجمل تحية في ثالث أيام هذا المهرجان، المهرجان السنوي على سيف حضرة صاحب السمو شيخ دينيب بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. من هنا حذرنا الكريم نبدأ بكشف الأسماء الخمسة المنطلقة في هذا الشوط السادس بانطلاقة الأسماء المتواجدة. أول المراكز تقدم خوف لمحمد بن سعيد بن حليث الزرعي على أول المراكز وعلى المقدمة، ينطلق شعاره على الصدارة. ثاني المراكز التواجد من قبل رعد فهد بن عميران بن بجاش بن عايض الفهيدة على المركز الثاني. ثالث التحديات أرى وأتابع هذه الانطلاقة من قبل لاهوب أحمد بن عيسى بن حمد بن محمد الكعبي، والمركز الرابع أتابع تواجد الريان سعيد بن محمد بن صالح بن ملهية يقدم لنا شعاره، وخامس المراكز الحنيش حمد بن محمد بن طالب آل الصعاق المري على المركز الخامس. هذا هو النداء الأول للخمسة الأسماء المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط. ولكن حضرنا الكريم نعود مجددا مع أيضا تجدد الأسماء بانطلاقة هذه المسيرة الجميلة والحافلة بالإنجازات. كما أذكر بجائزة هذا الشوط هي يوكن ستيشن جي ام سي، هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة. أول المراكز أول المنطلقين مع أيضا تقدم الأسماء يتواجد في هذه اللحظات خوف لمحمد بن سعيد بن حليس الزرعي يقدم لنا خوف مع هذه الانطلاقة الجميلة مع هذه الاندفاعة المميزة من قبل شعاره مع التواجد والقيادة. المركز الثاني من انطلق إلى المرتبة الثانية يحمل هذا الشعار المميز الريان سعيد بن محمد بن صالح بن ملهى، يقدم لنا الريان بنقل حي مباشر من قناة البتع وقناة الريان والقنوات المرافقة الدوري والكاس ودبي ريسنج. إذا مشاهدينا الكرام نواصل النداء مع المركز الثالث لأتابع ثالث التحديات، تواجد شعار الصعاق مع الحنيش لحمد بن حمد بن طالب الصعاق المري، وينخفض ثالث المراكز من قبل كفو لراشد بن شهيب خلبان المزروع لياتي على المركز الرابع بهذه اللحظات وبهذه المسيرة. نسنات لمطر بن سهيل يبهوني الظهري على المركز الرابع. المركز الخامس التواجد من شكلان علي بن حمد الرز الشامسي، بدأ يشكل شكلان الخطر على الأسماء المتقدمة بانطلاقة مع دائرة الأسماء الخمسة الأولى وما خلف الخمس. أتابع وأشاهد أيضا شعارات لم يحن موعد تواجدها بهذا النداء، بدأ أيضا يلتقط لنا علي بوشارف هذه اللقطات الجميلة هذه الشعارات المميزة التي تجري على أرضية هذا الميدان. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود مع المركز الأول إلى من يقود هذا الشوط وأيضا يتقدم على الأسماء بانطلاقته مع هذا التميز. كفو مع المركز الأول ومع الانطلاقة أو خوف بالفعل، خوف لمحمد بن سعيد بن حليز الزرعي، من يقدم لنا خوف ويقدم لنا انطلاقته، والخوف من خوف من يتواجد على الصدارة على المقدمة مع الانطلاق والتميز. المركز الثاني التواجد بهذه اللحظات الانطلاق المميز من قبل الريان سعيد بن محمد بن صالح بن ملهي المري. المركز الثالث التواجد من قبل مفاجي، من بدأ يفاجئ الجميل في انطلاقه الى المركز الثاني محمد بن منصور بن سالم العامري يقدم لنا مفاجأة. المركز الثالث التواجد من الريان لسعيد بن محمد بن ملهية المري، والمركز الرابع أتابع تقدم
وقدوم كفو لراشد بن شهيب خلفان بن راشد المزروعي وهو كفو بالانطلاقات مع تواجده على المركز الرابع. المركز الخامس التواجد من قبل معزم لناصر بن سعيد المحسن الفلاحي على المركز الخامس. بدأت الأسماء الخمسة تشكل الضغط على الأسماء المتواجدة بانطلاقتها بمسيرتها نحو الفوز نحو التتويج نحو السيارة في هذا الملتقى الجميل مع سن اللقاية. يا سلام بدأت الأسماء تظهر لنا وتدير بهذه اللحظات مع افتتاحية الكيلو متر الأخير. كيلو العمليات، كيلو الصراع، كيلو القوة، كيلو النزاع، كيلو ما بعد إلا الناموس. وما زال خوف على المركز الأول وعلى القيادة خوف محمد بن سعيد بن حليز الزرعي على المركز الأول. المركز الثاني التواجد والتقدم من قبل ثاني المراكز من بدأ ينطلق من مركز إلى مركز. يتواجد معزم لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي وهنالك المتواجد والمنطلق مفاجئ محمد بن منصور بن سالم العمري مع المركز الثالث بهذه اللحظات والعامري مع انطلاقة شعاره. ولكن ما زال خوف، خوف على الصدارة، خوف على المقدمة، على الانطلاق، على القيادة، على الريادة. منذ أن أعطي هذا الشوط إشارة البدء وهو مسيطر على أول المراكز وعلى المقدمة. ولكن معزم ما زال معزم بانتزاع السيارة وخوف ما زال على الصدارة، خوف على المركز الأول، خوف وما عليه خوف، خوف على المركز الأول. قاد أمور هذا الشوط حتى خط النهاية نوعية نادرة من يقود المجريات حتى خط النهاية. سلام استنصر السلام، سلام وتحية واحترام لمالك خوف محمد بن سعيد بن حليز الزرعي على حصر خوف على المركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من قبل مفاجئ محمد منصور سالم العامري. المركز الثالث كان الوصول الوضيح وصل على المركز الثالث لأحمد بن سعيد بدري الفلاحي. المركز الرابع كان الوصول من قبل شملول أو معزم لناصر بن سعيد بن محسن الفلاح. المركز الخامس كان الوصول من قبل خامس المراكز مايهاب لصديقنا الكرام. متابعينا الأعزاء شاهدنا هذه المنافسة الشيقة والجميلة، ولكن نذهب مع التوقيت الزمني ولحظة وصول خوف إلى خط النهاية. 7:42 85 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمحمد بن سعيد بن حليز الزرعي على فوز خوف وانتزاعه لسيارة هذا الشوط. المركز الثاني 7:43 69 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمالك مفاجي محمد بن منصور بن سالم العامري على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث وصل شعار بن دري 7:44 13 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمالك الوضيح أحمد بن سهيل بن دري الفلاحي على حصول الوضيح على المركز الثالث.